ربنا وعارفين ان شهر شعبان هو شهر رفع الاعمال، هل في ليله خاصه ولا من اول الشهر لاخره ممكن ترفع اعمالي في اي يوم فيهم؟ والله هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل كثير من الناس عنه. ودي نقطة مهمة جدا. بالظبط، هو الشهر العبادة وقت الغفلة ترفع فيه الأعمال. فيه إمتى بقى فيه؟ يعني ليس محددا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد ليلة بعينها. وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فإحنا عندنا شهر بترفع فيه الأعمال نهاية العام. والميزة عندنا في الإسلام أن الله عز وجل غفور رحيم. يعني ممكن قبل ما الأعمال دي ترفع أعمل إيه؟ أصوم بنية تكفير الذنوب، أستغفر بنية تكفير الذنوب. ينفع يصوم بنية تكفير الذنوب؟ طبعا، ده الصيام من أفضل الأعمال التي تغفر الذنب، من أفضل الأعمال وأجلها. من صام لله يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. صلى الله على محمد. ده يعني اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.